تستعمل الحشره وتحييهم. احنا هنعمل فيديو صغير كده للفولي للاطفال، خاصه الاطفال البيجنر اللي هم بيبداوا اول مره معانا يلعبوا الفولي. طبعا بتحاول انت تخلي الكوره في المضرب وتخلي اللعيب تملي يركز على كورته، وهيا بنا الى الملعب. برافو جو. ها بعدين ها عيني على الكوره، قفل ايدي برافو. ها دايما انا المضرب هناك. ها برافو صح كده، عيني على الكوره كل كوره ببص ولا يهمني جو اللي بعده. المره الجايه يلا يا رحمه عيني على الكوره يا جميل، بص الكوره دي قفل ايدي برافو. ها عيني على الكوره، بص الكوره سيبها هايله رجلي الشمال قدام. ها اجي اقف عيني على الكوره، بص برافو. ها عيني دايما عيني على الكوره. ها برافو اللي بعده. ها بص الكوره دي قفل ايدي برافو. ها يلا جميل، بص للكوره دايما ابص للكوره افرد تاني اهي عيني هوبا والله ولا يهمك اللي بعده. ها ها برافو يا صبا، بص الكوره دي هايله دايما عيني على الكوره. ها ارفع ايدي فوق هايله اللي بعده. بص للكوره برافو. اقف ستوب عيني على الكوره برضه برافو. ها يلا يا رحمه يا جميله، بص للكوره ها هايله يا رحمه ممتازه. ها ها صبا دايما ابص للكوره برافو، وانا جايه داخل عيني على الكوره وبخلص برافو. احسن شويه ها يلا يا امنيه، بص للكوره برافو. ها عيني على الكوره يا جميل برافو يا جميل. يلا يا رحمه بص للكوره. ها تاني اهي سهله ولا يهمك. يلا يا جميل ريدي. ها دايما عيني على الكوره برافو. يلا يا رحمة، أحلى كرة عاوزها جميلة وسهلة. ها أما شكرا.